يسمي نفسه سيد المقاومة والممانعة، طارة تقول بأنك يمني، وطارة تقول بأنك سوري، وطارة لبناني، وطارة فلسطيني. هذا لا يعنيني لأنك تؤذيني في ديني. ها هو الجولان في قبضة اليهود، والمقاومة الإيرانية اجتازت الحدود. تستطيع أيها العبد الودود أن تصعد المنبر وتقول بأن علي هو من خيرة أصحاب النبي، لكنك لن تزيد وتقول بأن أبي بكر وعمر وعثمان هم أيضا من خيرة أصحاب النبي، من خيرة أصحاب النبي. مقاومة وولاية طائفية. والله لو سيطرتم على كل الدول العربية لن تستطيعوا أن تغبروا على السماء. فاسمعوا إن كان لكم أسماء. عائشة أم المؤمنين، وهي أمي، الحسن والحسين أحفاد الرسول، وفاطمة البتول بنت الرسول، فكيف لا أحبهم يا ضعفاء العقول؟ هذا ديني وهذا شرح يطول، وصلاتي لا تصح إلا بالصلاة على الرسول وعلى آل بيت الرسول. اسمعوا، هل من الدين شتم أولياء الصالحين؟ اسمعوا يا من تشتمون عمر، يا ذيول الفرس وأزداب البقر. هل قرأتم التاريخ عن عمر؟ هل تعلمون من عمر؟ عمر أمير المؤمنين ومن العشرة المبشرين بجنات ونهر. عمر أطفأ نار المجوس وكسر الحجر. عمر أرعب الفرس. عمر كبركان لنصد دين الله قد انفجر. عمر وكم من معركة قادها وانتصر. عمر نادى من المدينة صوتا يا ساري الجبل، موقنا بالله وبالقدر. عمر نزلت آيات الله لتوافقه. عمر أرعب الشيطان وأبقاه في خطر. وبالعدل أمر، وبالجهاد وللجهاد نفر، وبالجنة مع الحبيب ظفر. فوالله ثم والله مهما شتمتم وتسافحتم وتآمرتم لن تستطيعوا أن تجلبوا لنعله الضرر. وسيبقى قاهركم وبجوار النبي إلى اليوم المنتظر، ليوم تنشق الأرض عن أشرف البشر وبجانبه أبي بكر وعمر.